من فوق. شو راح تعمل بهي القصة مع أهل الحارة؟ عمر يرفعنا، عمر يرفع السيف الأول. هذا الكومندان افترى علي ولا افترى علي؟ منين طلع لي هذا الموضوع كمان؟ واحد كان من المستشفى وأنا طلعت فيه اسمه. شو اسمه هنا؟ اللحشة سعاد هنا غليتها وضبيتها ليش؟ لا يجيبي لي مطرح ما ضبطتيها. حاضر. معي شلون بدي احكي؟ يا ابو عصام يا كبير يا زعيم حاره الضبع. شو لك ابو جوده؟ ليش شو عامل انا؟ شو اللي عامله لي؟ هذا الحكي مو من راسك، مو من راسك. مو من راسي، لا مش جيبتي. وانت السادعي هذا الحكي من معلمينك، من معلمينك. يا سيدي من معلميني، شو بدك؟ والله بدي افهم. شو هذا الفنطي طالع لي فيها؟ شو هذا الفنطي؟ ما هالفنطي معلبيني، روح لعندهم هن بيقولوا لك، مو انا بقول لك الفنطي. لك ابو جوده انت عارفه مع مين عم تحكي؟ لك انت عم تحكي مع ابو عصام. شو انا ابو عصام؟ خوفتني، كنت افكرك شغله كبيره. ابو عصام المحترم، الرجال المعدل، كبير حاره الطبع. لما تطلع بوراق واحد ثاني من الحبس. ابو جوده تحسن ملاصق عم اقول لك، لك عيب. السلام عليكم، يا خير شو في؟ ليش طالع اصواتكم؟ اهلين بالغالي. أهلين بأبو ظافر المحترم. أهلين بأبو جودة، خيرك يا أبو عصام، شفتك فايت على الكركون شغل بالي قلت لألحق. عيب لك، عيب. شو أبو جودة؟ شو الحنون؟ عود عود حكي لي لشوف، حكي لي القصة من طقطة للسلام عليكم. ما شفت شلون نافش ريشه مثل الطاووس وعامل لي حضرته زعيم حارة الطبع وكأنه ماله طالع بوراق واحد تاني. أيوه فهمني بالمشرمحي، احكي لي. ان شاء الله ابو ظفير، خليني اكمل فطوري، حاكم هو صدر لي نفسي. شو عم تفطر؟ كعك وشوربة. اوف، لك بالسفر برلك كانوا ياكلوا احسن من هيك. الله يعين الفقير وعيشته يا ابو ظفير. طيب اسمع لهلق ابو جوده، انت احكي لي القصه بالتفصيل والك مني فطور مرتب بندق له نومي، احكي لي. دايمه، تامر امر. اسمع يا سيدي. رحت لعند هذا الوزوز ابو جودات بدي افهم منه هذا الحكي اللي حكي الكوماندان شلون صار كيف صار. ايه شو قال له؟ وزوز ابي هذا وزوز حدا بحياته فاهم عن الوزوز شو بتحكي بيقطع شو بيلعبوش لا وصاي طول لسانه هالمره. طول لسانه؟ ايه لا ايه سيدي طول لسانه وزوز عم يطول لسانه لكان بينفش بريش غيره ابي طول سنة ما بدي وجعت راس على الصالة يرضى عليك مناصني انا يا ابي. هذا ابو جودات ما بينسكت له، انت عم تقول عنه وزوز. وزوز لانه وزوز وبيشروش ولالو. انا بدي افهم شو القصة، والله مو مشاني لك ابي ولا مشانه الوزوز، مشان اهل الحارة انا، فهمت؟ مثل ما بدك يا ابي، ولا شو ناوي تعمل؟ بدي اطلع كبير، بدي اطلع كبير، تروح عند الكوماندان ذات نفسه بدي افهم شو القصة، لعند الكوماندان بدي اروح. بدك تطلع لعند الكوماندان؟ ايه يا ابي، على كبير. غريب ما راح تنحل القصة ولا راح افهم ولا اهل الحارة راح يفهموا. وين اخوه؟ اخي؟ ما بعرف، ما بعرف. هلا انت بدك تروح لعنده برجلين؟ مش
شو فيها؟ شلون شو فيها؟ بركي اخذوك. لا يا اخي لا، الله يرضى عليك. السلام عليكم. اسمع ابو قاسم شان الله، اسمع ابو عصام رايح لعند الكوماندان. معقول انت يا ابو عصام بدك تروح لهم برجلي؟ ليش لحتى ما اروح لهم برجلي يا ابو قاسم؟ لك ما شفتوا شو حكى قدام اهل الحاره كلهم؟ بدك انا اسكت؟ ابو عصام روح وفهم منه. شو راح يطلع منها يعني؟ راح يجي الكوماندان بذات نفسه على الحاره ويوقف يقول له انا غلطت انا غلطت. معك حق ابو حاتم، شو راح يطلع منها زراعه ابو عصام يعني؟ اخي ابو عصام روح وفهم منه كل شيء، بلا ما يجي لهون ويتملك ويعملنا قصه، روح عمي روح. لك يا اخي ابو ظافر بركي اخذوه. لك حاجتك ابو حاتم، تحري وقت بدهم ياخذوا حدا، بياخذوه بدون ما يسالوه. هي ابو عصام عم يروح ويجي، لا حدا قرب عليه ولا حدا اخذوه. اخي ابو عصام مثل ما عم بقول لك، روح وفهم شو القصه ولا تخاف. خلصنا يا جماعه، كلام ابو ظافر هو المضبوط، خلصنا. انا ماشي، سلام عليكم. استنى ابو عصام، انا جاي معك اجري على اجرك، ما راح اتركك. تفضل. نشمي ابو ظافر، والله نشمي. نشمي؟ هذا روح قلبه البروزه. جناب الكوماندان، نحن لازم نفهم شو عم يصير. شو معنات الكلام اللي حكيته؟ أنا الكلام اللي حكيته هو الكلام المزبوط، وأبو إسام بيعرف هالشي. لك شو عم تحكي أنت؟ أنا بعرف إنه هذا الحكي مو مزبوط، وأنت بتعرف إنه هذا الحكي مو مزبوط. لك لو كان مزبوط ليش شاركني؟ لك ليش ممكن عمشيني؟ فرانشمان أنا ما كمشتك احتراما لناديا يلي هي مواطنة فرنسية، إن سيتويين فرانسيز، وأنا الصراحة تأخرت بالحكي لحتى أنتظر هذا اليوم يلي يكتشفوا فيه أهل الحارة مين هو أبو عصام. ويلي بيهمني إنه رح يجي يوم ويجوا أهل الميت يفضحوك قدام أهل الحارة أبو عصام. مين هذا السلم اللي طلعت بوراه يا ابو عصام؟ ما في منه الحكي، الله وكيلك ابو ظافر. شو عم تحكي انت؟ انا ما طلعت بوراه حدا. حرمتي نادي ام طلعتني هيك مهم ممرضه مثلي مثل اي حدا بيطيب. انت قانون بيزار ابو عصام، بيزار. انت مو طبيعي. يعني لازم هذا الانسان الطيب يلي عذب حاله اجى معك يعرف انه انت كنت متزوج من ضابط فرنساوي؟ وهذا الضابط فرنساوي كان عم يشتغل مع المخابرات الفرنسية؟ شو عم تحكي؟ هلأ ناديا مالت أخي أبو عصام كانت ضابط بالتحري الفرنساوي؟ لك تركي الله وكيلك، تركي مالي علاقة فيه النوب، لك النوب لا بالمستشفى ولا بغيره، وتعرفتهم من زمان الله وكيلك، والله بحياتها ما أذي حدا. لا والله صحيح هي ما بتأذي حدا، بس هي ممرضة مثل ما بنعرف. كيف ممرضة ممكن تصدر عفو عن واحد مجرم؟ واحد خارج عن القانون يلي هو ابنك طبعا. بس نحن يا ابو عصام مثل ما بتعرف، نحن وقت نصدر عفو منحترمه. شو عم تحكي جناب الكوماندان؟ علي ما علي شلشتني ابو ظافر. جو فزون بري، ارجوك، انا ما فيني ارجع احكي كل شي حكيته، وما فيني اشرح لك يلي صار. انت بدك تفهم ما تفهم انت حر. لا ما يخرب بيتك من حالك، والله افترى الله وكيلك يا ابو ظافر افترى. لك هذا الزلمه حافظني براسه، منين عم يجيب الحكي؟ والله ما في منه الحكي كلياته الله وكيلك. قوي حكم القوي، شو بدك تعمل؟ ما فيني عليه. لك عمي مرتي اجت مع الفرنساوي بمعيته، ايه اشتغلت مع منهم، ايه مبردة بس لا اكثر ولا اقل، بس هذا الزلمة مدري ليش هيك نازل بساعتي. دو توت فاسون لو جور كي فيان، الايام اللي جاية رح تكشفك على حقيقتك يا ابو عصام. انا فيني هلا طالع امر حطك بالسجن، بس كرمال هذا الانسان الطيب وكرمال ناديا انا ما حساوي شيء. كل اللي رح اقوله انه ترجع لبيتك. مسيو سي فيني، الزياره انتهت. مسيو
سيد.